هذا الجمع الكريم المبارك العراق وأهل العراق الخير ورائد الخير شكرا لكم جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لإحسن العالمية صباح الخير دكتور لم صباح الخير إدارة الشرق الأوسط صباح الخير أعضاءنا وعضواتنا أخواننا وأخواتنا جميعا في كل مكان في العالم مع الدي اكس ان العالمية صباح الخير وشكرا لكم جميعا كنت أتمنى أن أكون معكم ولكن لعلها ظروف كورونا وما أدراك ما كورونا حالة حقيقة ولكنني معكم بقلبي رغم هذا البعد وهذا المسافة فالديكسن عالم واحد سوق واحد عائلة واحدة شكرا لكم جميعا لماذا اخترت هذا العنوان؟ أعني أنا معكم حسن الكثيري سفير النوايا الحسنة في هذا التاريخ 22/2/2022 لماذا اخترت هذا العنوان الذي أمامكم؟ وهو بالتحديد رسالة أقول دي اكسن بين عالم 2021 و2022 وعام 2023 فقط أريد أن أحصر حديثي في هذا الأمر ماذا تحقق والأهم من هذا ماذا سوف يتحقق من الذي تحقق لقد تحدث الكثير في عام 2021 من وجهة نظري وزرعت كثير من البذور منها كما أقول لكم أنا سفير نوال الحسنة العلاقة والشراكة بين إمسام والعالمية وشركة الديكسين العالمية وإمسام التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وهذه الشراكة من خلال المشروع الكبير الذي نأمل بتعاونكم وتعاوننا جميعا لهذه المسؤولية الكبيرة لأنها تكليف وليس تشريف بأن نساعد في تحقيق الغذاء أو الوقاية فيما يسمى المال نيوتريشن وسوء التغذية لإن شاء الله مليون أو مليونين أو 3 ملايين طفل في العالم وأتمنى أن نأخذ وعد منكم في هذا اللقاء الكبير بأن نقف معا ونتحمل هذه المسؤولية وهذه الشراكة هذه النقطة الأولى وبمناسبة النقطة الأولى إمسام وسفراء النوايا الحسنة لعلي أعلن لكم هنا إعلان مبدئي بأنه إمسام وافقت على أيضا 4 سفراء للنوايا الحسنة منهم الآن معكم في هذه القاعة أخونا وأستاذنا الفاضل جمال المسعدي قبل إمسام وتلقى هذا الشهادة والخبر بين يدي سفيرا للنوايا الحسنة وهو كان من السباقين في دعم مشروع إمسام وكما نعرف هو أيضا أول كراون امباسدر وأول داعم كان أو أقوى داعم لمشروع إمسام بأكثر من 17,000 دولار أمريكي لعله يحدثكم هو بنفسه عن هذا مبروك جمال الشخص الثاني أيضا
تعيينه السفير للنوايا الحسنة. Congratulations لازلو وهو معكم وهو ويتحمل هذه المسؤولية معنا جميعا بإذن الله، لأنه هذا الشرف لنا جميعا. الشخص الثالث فاطمي غاني وسوف يكون معكم بلقاء على زوم أيضا، ثم الدكتور الزبال وزوجته. ومبروك لهؤلاء، ولكنني أقول لهم وأقول لكم وأقول لنفسي أن هذه تكليف وليست تشريف، مسؤولية نتحملها جميعا ونأمل أن نتساعد بإذن الله جميعا. هذه كانت أحد البذور القوية أعني في عام 2022 وبدأت من 2021. الخبر الثاني، أنا على يقين أنه سليم، ونوجه له الشكر الكبير هنا والمباركة، لأنه أيضا أصبح السيد سليم شيرمان أو رئيس للبيع المباشر في دبي في دولة الإمارات العربية. وهذه مسؤولية كبيرة، وأيضا بذرة قوية جدا للتيكسن في البيع المباشر في المنطقة العربية، وأن يكون السيد سليم هو رئيس لهذه المنظمة أو المؤسسة في الإمارات في دبي للبيع المباشر. وهذا إنجاز كبير للتيكسن في الدرجة الأولى، ولنا جميعا مبروك. وأعتقد أنه عام 2022 توقعاتي رح نشهد بإذن الله حدث كبير جداً للبيع المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يكون نقلة كبيرة للبيع المباشر ونقلة كبيرة لشركة التيكسن بإذن الله في هذا المجال الذي نحن تحت مظلة. سيدات والسادة، سنكمل بعد دقيقة. حياكم الله متابعي صفحة رائد الأعمال أياد المحمدي. اليوم في هذا اليوم الثاني لملتقى الرائد الرائع، في كل يوم وفي كل نشاط وفي كل خطوة نخطوها في هذا المشروع نجد جمال هذا المشروع. اليوم وصلنا لهاي الأماكن الجميلة واللقاء بشخصيات رائعة وناجحة، والكل اليوم تشوفه مبتسم. ليش؟ لأن أجمل شيء أنت تفخر بإنجازك، تكون لك بصمة ويكون لك عمل دؤوب وتحقق هذا المشروع. فاليوم وجودنا بهذا المكان الجميل في أنطاليا في منتجع 5 نجوم، صراحة ما كان نفكر حتى نحلم بهاي الأماكن، لكن وجودنا واختيارنا الصح لهذا المشروع اليوم خلانا نعيش بهاي الأماكن الجميلة. وراح تشوفون كل شخص جاب، كل شخص يعمل راح يصل للي وصلنا اليوم ويصل أكثر وأكثر. فمشروع جدا رائع صنع من نجاح. والآن نكمل الكلمة للدكتور حسن الكفيري. كلمة الدكتور حسن الكفيري. نشهد بإذن الله حدث كبير جدا للبيع المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يكون نقلة كبيرة للبيع المباشر ونقلة كبيرة لشركة التيكسن بإذن الله في هذا المجال الذي نحن تحت مظلة مظلة البيع المباشر الدايركت سيل. أيضا بذرة بدأت في عام 2021، وإن شاء الله سوف نرى هذا الإنجاز الكبير. ومرة أخرى أنا على يقين أن سليم سوف يتحدث عن هذا الموضوع، وهو انتهاء مشروع وإنجاز المصانع في دولة الإمارات وفي دبي، وسوف يشهد هذا الحدث إن شاء الله افتتاح
وحفل كبير ونقطة تحول كبيرة للدي اكس ان، لأنه كما قال الدكتور لم، كل المنتجات التي وجدت أو موجودة الآن في ماليزيا أو غيرها كثير سوف يأتي راح تنتج في هذه المصانع في دبي وفي دولة الإمارات، وهذه النقلة راح تكون إيجابية كبيرة للدي اكس ان، لأنه راح تتوفر كل المنتجات وبجودة عالية وأتوقع بأسعار تنافسية، ورح تحصل على ميزات كبيرة في نقلها ليس فقط من العالم العربي بل كما قال نقلها الدكتور لين، بحيث يكون هناك مستودع كبير جدا أيضا في تركيا ومن تركيا تنقل إلى أفريقيا، فرح تكون نقلة كبيرة جدا مثل هذه المصانع والمزارع بإذن الله. وهو رأي هذه النتائج هي بذور قوية اعتبرها 2021 و2022 وخصوصا في أزمة كورونا وما أدراك ما كورونا، من النتائج القوية جدا في عام 2021 و2022 هو الشراكة القوية التي تمت بين إدارة الشرق الأوسط واللجنة العربية المتمثلة في كل أعضائها وفي رئيسها أخونا الفاضل سلطان العلوي، والذي كان يفترض أن يكون واحد من الحضور ولكنه قد يتواجد في الزوم. هذه الشراكة القوية عملت ورح تعمل نقلة كبيرة جدا للتعاون مع إدارة الشرق الأوسط ومع أيضا الهرم الكبير رئيس إدارة الدي اكس ان العالمية الدكتور ليم، وهذا حقيقة تمثل في الحوارات والاجتماعات المفتوحة، والذي أنا على يقين أنني وأفتخر أنني جزء من هذه الشراكة، وأصبحت جزء من هذه اللجنة العربية وجزء من هذا الحوار القوي الإيجابي بين إدارة الشرق الأوسط وأيضا إدارة الدي اكس ان العالمية من خلال الدكتور ليم. أنا على يقين أنه راح تجدوا نقلة كبيرة فيما يخص آليتين، آلية التدريب راح تلاحظوها في المؤتمرات القادمة القريبة التي تنظمها اللجنة العربية مع إدارة الشرق الأوسط، وأيضا أتوقع أن تكون هناك أيضا نقلة كبيرة في آلية العمل الأونلاين، بحيث يكون بإذن الله طفرة تكنولوجية ومخرجات كبيرة. هذه بذور هي الآن تزرع أو زرعت أو قادمة للقطف أو قابلة للقطف. فلذلك توقعاتي نهاية 2022 و2023 هي النتيجة الإيجابية الكبيرة الذين سوف يشهدونها أعضاء وعضوات الدي اكس ان، وهذه طبعا راح تتمثل في قوة المنتجات وعدد المنتجات وانتشار الشركة عربيا وعالميا، وكل هذا راح ينعكس علينا جميعا في ما نحققه من إنجازات من إيجابيات، وأعني أنه دخل ملايين الأعضاء في الدي اكس ان وبالتحديد في عالمنا العربي وفي منطقتنا العربية، وحتى أكون بالتحديد معكم أكثر لأن هذا الذي نعمل فيه نعني العالم العربي الذي يشمل جميع الدول العربية على منطقة الخليج ومنطقتنا التي نعمل فيها والذي كانت هي البذرة وما يسمى شمال أفريقيا، وأعني هنا الجزائر والمغرب ومصر وتونس وليبيا وموريتانيا، لأنه هذه أعتقد أنها مظلة واحدة
وهذه هدف من أهدافنا جميعا أن نعمل لإنجاح مثل هذه المظلة حتى نعمل هذه النقلة الكبيرة للبيع المباشر في عالمنا العربي. نقطة دائما أيها الأخوة والأخوات، هذه المظلة وهذه الإنجازات ينبغي أن تكون تحت مظلة كبيرة أكررها دائما، التشريعات والقوانين وأخلاق المهنة، أعني تشريعات ونظام التيكسن، أعني تشريعات ونظام وقوانين البيع المباشر، أعني تشريعات وقوانين الدول التي نعمل معها. فعلينا أن نعمل تحت هذه المظلة ونعمل تحت هذه القناة. مثلا أخونا رائد الخير عندما عمل اللقاء هذا الآن في تركيا وتحت مظلة هذه التشريعات والقوانين بعلم إدارة ونظام الديكسن في الشرق الأوسط، لأنه جزء منها، فعلى الأعضاء والعضوات أن يمتثلوا أو يتبعوا هذه القواعد وهذه النظم في عمل أي لقاء أو أي مشروع. يجب أن لا تغيب عنا هذه المظلة، مظلة التشريعات والقوانين وأخلاق المهنة، مظلة إدارة الديكسن العالمية وإدارة الشرق الأوسط، القوانين والتشريعات. وعلى أنه لقاءكم بتركيا أيضا نقول صباح الخير لإدارة تركيا وللسيد نوري الذي أيضا عرفناه عن بعد، فصباح الخير لكم جميعا وتمنياتي لكم بالنجاح. وهذا كان الهدف من هذه العنوان، بذور وتحديات عام 2021 على وشك هذه البذور تتحول إلى ثمار وفواكه نقطفها بإذن الله جميعا بإيجابيتنا. ورح تروا هذا الأمر وأنا على قناعة بهذا الأمر وأعمل معكم يدا بيد لإنجاح هذا الأمر وتحقيق أمنياتنا في عام 2022 و 2023، أعني كأعضاء وعضوات، بحيث هذه النتائج تكون ملموسة للجميع. شكرا جميعا لكم وشكرا للمنظمين، وأعني رائد الخير وأعني أخونا الفاضل رائد، وأيضا إدارة الشرق الأوسط التي هي متواجدة معكم، السيد سليم وشبي وسبستيان، وفي الأخير طبعا الشكر لإدارة الديكسن العالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نشكر الدكتور حسن الكثير سفير النوايا الحسنة لمنظمة إنسان العالمية، وتصفيق مرة ثانية للدكتور حسن الكثير. والآن مع محاضرة قيمة للأستاذ كمال الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ديكسن. تحية جميعا لجميع الحضور وارحب فيكم من جديد. اليوم الموضوع اللي ان شاء الله راح نفتتح به هذا اللقاء، راح نتكلم عن موضوع ربما جديد لكن يتعلق بما تكلمت فيه في الأمس،
أنه كيف نحافظ على أنفسنا بالمسار الصحيح. نحن محتاجين كقادة الآن موجودين في هذا المخيم أو في هذا الملتقى ملتقى الرادق باثنين، محتاجين إلى توجيهات تعدل المسار بشكل صحيح وتحافظ علينا ككيان. أكو ملاحظة مهمة جدا على مر التاريخ، لما تقرؤون في سير النجاحات والأمم تجدون دائما الاختلافات والنزاعات تبدأ بعد التمام والنجاح. في حالة الخطر والخوف الجميع متحدين، لأنه هناك مصلحة مشتركة يريدون أن يحافظون عليها. لكن في مرحلة الظفر والنجاح يبدأ النزاع حول الغنائم ومن هو يكون الأول، من صاحب الإنجاز اللي يستحق التكريم، ومنه هنا تبدأ تدب الخلافات، وما سلم منها حتى الصدر الأول في الإسلام اللي نعتبرهم بالنسبة لنا كمسلمين هم المجتمع المثالي، فما بالك إحنا كبشر. فلذلك نحتاج هذه المضادات، نحتاج هذه خلينا نقول المواضيع المهمة اللي تعطينا الحصانة لنحافظ على فرقنا وتبقى صادة رغم اختلافاتها، سواء كانت فكرية، منهجية، عقائدية، تبقى مواكبة ومحافظة على هذا الشيء. طيب احنا موضوعنا اليوم هو الرقم الاجتماعي وتأثيره في التواصل وبناء العلاقات. موضوع الرقم الاجتماعي يمكن طرح عربيا عن طريق الأستاذ ياسر الحزيني، وهو إعلامي معروف وما طرق كثيرا يعني، وتم تناوله بشكل قليل يعني، لو تسوون عليه سيرش راح تلقون مقالات ما تتجاوز يعني أصابع اليد الوحدة واللي تتكلم عن هذا الموضوع رغم أهميته. طيب أستاذي لو ظاهر ما أعرف في مشكلة بالتحريك، بس نرجع ركبة مرة ثانية. طيب من لماذا الرقم الاجتماعي او ما هو الرقم الاجتماعي؟ في البداية نريد نتعرف عليه، من يحتاج هذا الموضوع؟ هل نحن فعلا بحاجة له؟ من يشعر بالحماس موضوع الرقم الاجتماعي بالنسبة لي؟ شكله اليوم راح يسوي لي أزمة، بس اصير قريب يمها بس بس لو واحد بس يحرك لي بس. هو لما يصير قريب يشتغل، فخلي بس يحركها بالأسبوع. أنا ما يعني هي سلايدات قليلة ما عندي. طيب ما هو رقمك الاجتماعي؟ شوفوا الإنسان بالبداية، خلونا نعرف موضوع رقم الاجتماعي. الإنسان في كل مكان له رقم مختلف تماماً، فهو غير ثابت. أنت لما تكون مدير في مؤسسة معينة، الكلمة الأولى والأخيرة لك، الناس يتكلمون متى ما أذنت، يخرجون متى ما أذنت، أنت تعطي التوجيهات اللازمة باعتبارك مسؤول عن هذا المسار. بمجرد ما تطلع للاستراحة مثلا البريك كوفي، تغير رقمك الاجتماعي. وهذه طبعا النقطة اللي ما يفهمها كثير من الناس، وتصير عندنا حتى مشاكل في العلاقات الاجتماعية. ايش معنى هذا الكلام؟ لما اطلع للاستراحة وفي شخص اكبر مني، الان اذا يصير تقديم الضيافة لا اقدم الاكبر، انتهى دوري انا المدير. وبالتالي بعض الناس دائما شنو الاشكالية مثلا؟ لما يكون هو مميز، خلينا نقول على سبيل المثال نعطي مثال اقرب للدي اكس ان. لما يكون مثلا على سبيل المثال الاستاذ جمال المسعدي كراون امبسدور، اوكي، في دي اكس ان في التكريم كراون امبسدور،
يجلس بالمقدمة، لما يريدون يكرمون هو يقدمونه، لما يريدون كذا. لكن لما نجلس نحن مثلا كأصدقاء أو نجلس في مجلس آخر لا اختلف الوضع. هو نفس الأستاذ جمال لما يروح في مجلس في والده، في شخص أكبر منه معلما تام، هو لا مقرام بسلاح. لما يجي يتعامل مع الإدارة في عمل معين هو عضو حال أي عضو. يعني لنفرض عنده مشكلة قانونية يطبق عليه القانون حال أي عضو، ما مقرام بصدر يعني يأخذ أعضاء الناس مثلا أو يسمح له ما لا يسمح لغيره. وبالتالي انت رقمك الاجتماعي لما تكون امام مثلا مسؤول الشؤون القانونيه في الاداره الفلانيه انت عضو عادي. لا تقول لي انا رقم واحد، انت رقم واحد لما تصعد بالتكريمات، لما نتكلم عن دورك في تاثيرك في مبيعاتك في كذا في ذاك لا تسعد. وهي مشكله من المشاكل اللي نواجهها. كثير من الاعضاء يجي مثلا، يعني بحكم اني انا اتعامل مثلا في السنتر في المبيعات، يجي يريد يمشي قبل الناس. الناس قدامي، والله أنا فلان وذا فلان. أنت الآن جيت في السوبر ماركت، لما تروح مثلا حتى لو أنت مدير في مؤسسة وقفتوا اثنينكم في سوبر ماركت، أقول كاونتر، وهذا يمكن مشاهدينه في أكثر الدول حقيقة شوية بيها نوع من التحضر، ما راح يقول لك أنت تعال لأن أنت هذا مديرك وهذا موظف عندك، لا هو جاي قبلك وهذا اللي يمشي. فبالتالي موضوع الرقم الاجتماعي يجب أن تفهم ان انت رقمك غير ثابت. تاكد ان رقمك غير ثابت. وبالتالي انت في بيتك مثلا، في بيتك انت يعني رب الاسره، انت الامر الناهي. بمجرد ما يجي الوالد انتهى الموضوع. الكلمه الاخيره حتى في المجلس في الصداره، الاولاد لما يتكلمون انت تسكت، لازم يتكلم الاب قبلك يعني. وبالتالي هذا الموضوع راح يحل لنا اشكال كبير. ما يعني ان تغير رقم الاجتماعي هذا ينقص من قدري. ما يعني ان استاذ جمال لما اجى مثلا الى مركز من مراكز الديكسن وقالوا لا لو سمحت استاذ جمال وقف للدور، في اعضاء قبلك، ان هم اهانوه او تعاملوا معاه بطريقه غير صحيحه. ابدا. هذا هو الواقع، هو هذا يفترض ان يكون هكذا. طيب، ايضا مشكله ثانيه في المفاهيم الخاطئه اللي تسبب لنا اشكاليات في عدم فهم الرقم الاجتماعي، الفرق بين المكان والمكان. يعني بحكم البيروقراطيه والفساد اللي احيانا يصير في بعض الشرائح او بعض المؤسسات، ممكن شخص يدفع فلوس ويصير مدير او يصير رئيس او يصير وزير او يصير اللي يصير. لكن يا اخواني مهما كان، اذا كان اداء ضعيف ما يحقق هذا المكان لك. لذلك انت اذا تريد تحقق رقم اجتماعي مميز لا تحرص على المكان، احرص على المكانه. لان المناصب والرتب اللي تحصل عليها هي يعني عرضه للزوال تحت اي ضغط من الضغوط، وبالتالي انت تنتهي. لذلك بعض الناس فقدوا مناصب كبيره لكن ما فقدوا مكانتهم الاجتماعيه، بقى رقمهم الاجتماعي معروف. بعض الادباء، بعض الكتاب تغير مثلا توجهات سياسيه معينه شالوها من هذا المكان او هذا المنصب. او اداره معينه ما رادت تضل في وضع منافسه غير شريف لاي سبب كان. بالنهايه شنو راح يصير؟ خلاص انتهى المنصب، لكن هل انتهت مكانه هذا الاديب؟ هل انتهت مكانه هذا الشاعر؟ هل انتهت مكانه هذا الانسان المؤثر اجتماعيا؟ ما تنتهي. راح يبقى رقمه الاجتماعي ويبقى مثل ما هو. لذلك فرق بين موضوع المكانة والمكان. أيضا الاعتراف بالوضع بالرقم الاجتماعي حقيقة راح يخلي عندك تواصل فعال. أكيد أنتم كلكم يعني حضراتكم شاهدتم بحياتكم ناس يقولون الله هذا شقد متواضع، هو ترى هو بس هو عرف يعني كل مكان ينتقل له وين رقم. مثلا في مكتبه هو رقم واحد، راح لل مثلا المؤسسه معينه او راح زياره لحد الاقارب ناس كذا صار رقم خمسه، راح لمكان ثالث رابع صار رقم ثلاثه. وبالتالي انت لازم تعرف في كل مكان تدخل حتى يكون عندك تواصل فعال ما هو رقمك، حتى لا تتجاوز في هذه المساله، وبالعكس راح يعني راح تخلق تاثير كبير جدا على من حولك.
وبنفس الوقت هذا التواضع اللي احنا نقول هذا شيء جيد وتواصل فعال ما يعني اني لما اكون انا رقم واحد في هذا المكان اتخلى عن مسؤولياتي ودوري. لما اكون انا مسؤول عن ادارة معينة ما قاعد هنا يعني انا ما في مجال والله هذا اكبر مني او تعال تفضل قاعد بمكاني. ولذلك شوفوا اخواني هاي المسائل مهمة جدا. اذكر في مرة المرات دخلت على ادارة من الادارات وكان يعني المسؤول عنده ما شاء الله أريحية وتعامل طيب مع الناس. صدقوني أذكر هذاك اليوم صارت مهزلة مكتبة كل من جاي قاعد عليه وصوره مكتب مع المدير. فأم الجماعة قلت له ما ممكن مو ممكن يعني ممكن الرجل هو يحرج وكذا. فبعض التصرفات هي شوفها أنت ظاهريا بسيطة بس هي تخلق تواصل غير فعال وتخلي الشخص ياخذ منك موقف بدون كلام اصلا وانت يجوز ما قاصد بس لانك انت تجاوزت الوضع اللي ممكن تكون به. طيب من اهم الاشياء اللي تخلي الناس وان شاء الله راح نتكلم عليها بالشرائح القادمه بتفصيل اكثر انها تقتنع بطروحاتك انك تكون من هذا النوع. نحن للاسف بحكم اطلاعنا على بعض أساسيات التسعة وكذا تذكرون عندنا قاعدة اللي هي افرغ الكأس تعرفوها كلكم. هذه افرغ الكأس أحيانا تتعارض ويا الرقم الاجتماعي. وأنا أذكر كلمة الأستاذ المهندس أحمد المسعدي ذكرها في كتابه اسمه الألف باء تسويق متعدد المستويات مهمة جدا. يا أخواني ما يعني افرغ الكأس انك تتجاهل قدر الناس وتتعامل معهم بتعالي او دونيه لان هذا الشيء منفر ما يخلي الشخص يسمع لك. ولذلك كان يقول اذا وجدت انسان اعلى منك رتبه علميه او قدر اجتماعي لا تطرح عليه المشروع الا بصيغه الاستشاره. اذا تذكرون احد مطلع على هذا ولا انا سمعت او انا الان في مشروع اريد رايك فيه شنو باعتبارك انت دكتور متخصص. طبعا انت شنو قاعد تشرح لي قاعد تعرض علي المشروع بس جيت لك بطريقه تحافظ بيه على مكانته ورقم الاجتماع. بعض الناس يتعامل انتبه الاب في بيته رقم واحد موظف عندك اجت زوجته واجت اولاده لا تتعامل وياه كموظف عندك قدام زوجته واولاده لان هذا يشعر يعني بالنقص او كذا وتبدي تصدر عليه اوامر او تتكلم بلغه المدير اللي يعني حاسبه على اخطاء معينه لان هذا غلط جدا. هو بالنسبه لهم رقم واحد هو يتقبل منك بس بهالوضع هذا ما راح يتقبل لان انت ما راعيت الظرف اللي هو فيه. اخواني هذه مسائل مهمه جدا لحتى نحافظ على علاقاتنا حتى ما نكسر نبني حتى نحقق الفة القلوب حتى نتجانس ونعطي أداء أكبر وأقوى. فهذه المسائل يعني بعض الناس قد لا يعير لها أهمية تهدم علاقاته وتضيع. كثير من الناس أنا أعرفهم هو ما عنده يعني نوع من الكبر لأنه اللي ما يفهم هذا المشكلة الناس راح تفهمه على أنه متكبر وتعالي وإلى آخره. راح تشوفون الآن نتكلم عن هذه الآثار من المشاكل يعني عدم فهم الرقم الاجتماعي راح ترسل رسالة انك انت متكبر تعالي مغرور لان كل شوية تجيهم انا فلان. انت طبعا تعرفهم نفسك من حقك وهذا وضعك بس انت وضعك هذا مو هنا غير مكان. انت مشكلتك تظن انه انت بكل مكان رقم واحد وهذا مو صحيح. ماكو واحد منا بكل مكان رقم واحد. اذا 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 تشوفون دائما نتكلم الصوت ما اعرف هاي من التحديات والعقبات. اذا تشوفون دائما نستشهد ببعض المسؤولين الغربيين لان يجيبون هذا الشيء. رئيس وزراء ويطلع بالمحطه والباص ماكو مكان لا حد يقوم له ولا شيء وظل واقف. هو الان بالباص حال اي مواطن بالمترو تمام؟ لما يوصل تعال عاد شوف رئاسة الوزراء شو يسوي او يروح مكتبه غير
صدر قرارات وأوامر وهذا يصير وهذا كل الدولة تنفذ من أعلى سلطة إلى أصغر. هذا اللي هم يعرفون القانون الاجتماعي. نحن مشكلتنا يعني نتصور أنه هذا الشيء أحيانا نوع من الإهانة أو نوع من عدم تقدير الآخرين إنه وهذا مو صحيح. فحتى يكون عندنا تواصل فعال رجاء خصوصا أن احنا ما شاء الله مقبلين الآن على سفراء كثر ورتب جديدة راح تطلع. فلا واحد لما تجي تتعامل معاه مثلا الإدارة لأن هاي نعاني منها كثير يظن أن الإدارة قاعدة تنتقص منا. ما تنتقص منا الإدارة أمامها الأعضاء كلهم سواسية. لكن في التكريم لا طبعا مو كلهم سواسية مو من العدد على رتبه إلى مكان الأقل إلى مكان. أيضا مسألة الأبلاين والرتبة الأعلى صح عندنا حجم بس هذا ما يعني أنه أنت لأن أعلى من الأبلاين تمارس دور الرعاية للفريق. ماكو خطوط كروزلاين هو أقدر منك على التواصل معه أو بعضهم يحاول أن يلغيه. هذا مو صحيح. لما تتكلم عن الرعاية يبقى الراعي راعي. هو أول من بدأ هو أول من أسس هو أول من فعل هو أول كذا. وبالتالي هذا في هذا الجانب قد تكون عنده خبرات بحكم التراكم إذا كان إنسان شغال. لكن هو في مجال الأداء قد يكون ضعيف لأن البشر ما يتساوون في الأداء وهذا شيء طبيعي. يعني أكو أشياء مو من المنطق تصير إنه كنا نصير دخل واحد وكنا نصير مميزين وكنا نخلص يعني أعلى رتبة في 3-4-5 سنوات. لا أبدا. لكن طبعا كل إنسان إلى طموح إنه يوصل لأهدافه. بس حتى تعيش مرتاح بعد ما تبذل السبب وتسعى سعي حثيث أرضى بما قسم الله لك. وحاول مثل ما يعني تكلمنا عن هذه النقاط إنه تأثر على موضوع رقم الاجتماعي. طيب هنا نريد نشوف العوامل المؤثرة بالرقم الاجتماعي. يا ريت كلها يعني تظهرها. إذا اختلفت الشريحة أيضا راح يختلف رقمك الاجتماعي معها وراح يختلف المكان. يعني دائما الشريحة الاجتماعية الكلام لما يكون مع علماء الكلام لما يكون مع قادة لما يكون مع أعضاء راح يكون مختلف. أيضا تغيير المكان. إذا غيرت مكانك مثل ما سعنا ما قلنا في نفس الشركة لما تكون بالبريك كوفي غير لما تكون أنت في المكان. طريقة تعاملك طريقة أدائك طريقة توجيهك للآخرين لازم تكون مختلفة. فلذلك لما تكون عالم لما تكون موظف هذه الأمور أيضا جدا مهمة. أستاذ نكمل. أتمنى يعني لا لا باقي ما شيء الموضوع حقيقة هو جديد لكن أنا أعتقد أنه مهم. حتى المعلومات لما حاولت أبحث عنها ما حصلت إلا يمكن فيديوين أو ثلاثة تتكلم حول هذا الموضوع باللغة العربية. ما أدري إذا كان بلغات أخرى أو لغة إنجليزية. السلايد اللي بعده أستاذ سيد. السلايد اللي بعده. طيب أكمل بالله. طيب التأثير في الآخرين. امشي طلع عليها. عرض وجهات النظر، التفاعل الحضاري بين المجتمعات، أيضا نقل المعارف والمعلومات، بناء علاقات إيجابية، وسيلة من وسائل الإقناع، تحسين عملية الإصغاء. يعني هذه من أهم الثمرات اللي ممكن نحققها من خلال معرفة رقمنا الاجتماعي. اللي بعده. طيب حواجز وعقبات التواصل. طبعا احنا شنو الفكرة من انه نفهم رقمنا الاجتماعي حتى يكون تواصلنا افضل حتى ما نقع في اشكالات مع فرقنا مع الادارة مع بحسب عملنا. دائما شوفوا اول نقطة التمركز العرقي او العرفي الاعتقاد بان ثقافتك هي اعلى من جميع الثقافات. هذا من تتعامل ويا الناس بهذه الطريقة أكيد تواصلك راح.
في البداية أي شخص تريد تقنعه أي موضوع لازم أنت تكون تحترمه، تحترم ثقافته. طبعاً ما أعني أنه الإنسان يتنازل عن ثوابته، وبالتالي يعني مسألة الثوابت هاي محسومة، لكن إحنا بحكم أن نعمل عمل مشترك أكيد راح نتعرف على ثقافات مختلفة، وبالتالي يعني أنت ما تقدر تفرض قناعاتك على الآخرين. أنت راح تشتغل في حدود الفكرة اللي تريد تطرحها، وبالتالي أنت يعني أنا أقصد أنه تحترم ما تهينه، يعني مو بالضرورة تعبر عن قبولك بهذه السلوكيات مثلاً وتعتقد أنها مناسبة لك، هذا مو شأنك، لكن ما تهينه يعني ولا تحاول أن تقلل من شأنك. أيضاً في عندنا رقم الاثنين الافتراضيات والتعميمات لها تأثير حقيقة سلبي. ايضا لتخطي هذا الحاجز انه بعض الناس ياخذ وجهات النظر والاختبارات المختلفه بسبب التمركز العرقي، يعني خلاص هو ماخذ نظره انه هذا الشخص كذا خلاص راح يحكم عليه احكام مسبقه. نكمل لانه هذه يعني لها تفاصيل كثيره. من اهم الاشياء ايضا اللي تساعدنا في تواصل فعال مع معرفتنا لرقمنا الاجتماعي هي استراتيجيات الذكاء. اللي بعدها السبب هناك طبعا 7 أنواع من الذكاءات، تمام؟ الذكاء اللفظي، انه الانسان لما يختار عبارات قويه جدا ومؤثره واحيانا حتى في الكتابه حقيقه يحدث تاثير. ايضا عندك الذكاء المنطقي، وطبعا هاي الذكاءات ما تجتمع عند احد، كل واحد منا يتميز بنوع من أنواع هذه الذكاءات. ركز على ما تتميز به، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يقول لك ركز على ما تحتاجه أو النواقص اللي عندك أو نقاط الضعف لحتى تقويها. الصحيح أو الأولى أن تركز على نقاط القوة حتى تخلق نوع من التميز، لأن ما في إنسان ما عنده نقاط ضعف، وما حد راح يصير كامل. نسعى للكمال، لكن ما أظن يعني كمال لله وحده، ما أظن واحد من البشر راح يقدر بحتى الكمال. وبالتالي أنا أركز على نقاط ضعفي، على نقاط قوتي لأخلق شخص متميز في النقطة كذا. ولذلك تجدون يعني عندنا في دي اكسن ناس أصواتهم جميلة، يتميزون بأداء جميل مثلا، نشي ناس ما شاء الله كاتب ممتاز، معانا الأستاذ سيف ما شاء الله عنده صوت ذهب، يعني يعني هذا ماركة حقيقة، تعليقه صوته من أجمل الأصوات بالأداء. واحد ما شاء الله عليه مثل أستاذ لاي شاطر مثلا في المبيعات، ومثل عندنا الأستاذ جمال، يعني ما أظن يعني ما شفت شخصية مثله بقضية التحشيد والتحفيز جماهيري. دكتور نفس الشيء. فكل واحد منا عنده ميزه، عنده ذكاء في جانب معين. استاذ نمشي اسرع. الذكاء البدني ايضا، يعني انتم اذا ملاحظين مثلا استاذ رائد لما يقوم انتبهتوا؟ مستحيل مو مثلي انا، يعني صار لي يمكن بديت ما وصلت لنامه، هو يقراها يمين، هو يمكن اليوم رياضي يعني. فتشوف البادي لانجوج عنده، لغة الجسد قوية جدا، هذه ميزة، يعني هذه ميزة. فسبحان الله كل واحد موجود فينا عنده ميزة في نوع معين. الأستاذ رياض يعني معروف بالمختصرات والتلخيص، ما تلقى أحلى من الملفات اللي يكتبها مثلا. طلع يعني هذا وجهة نظري، انا ما ادري اذا بعضكم حاسب هذا الشيء او لا. اما المهندس حسام ما ادري، مبدع ما شاء الله في توصيل الفكره بادق عباره واقصر وقت، يعني عنده سبحان الله مهارات عاليه جدا، يمكن ذكاء لفظي، عنده مهارات عاليه جدا في هذا الموضوع. لذلك تشوفه يعني كثير من الناس يستمتعون بفيديوهات المهندس حسام. فكل واحد فينا عنده ميزه في جانب معين، ركز عليه، صدقني اذا ركزت عليه ممكن تكون رقم واحد. اما تقعد تدور رقم واحد على مستوى العالم، ها، لانه هي ميزتك هذه، كل ما تقويها راح تخلق منافسه قويه جدا.
لكن لما تركز على ضعفك يجوز انت الله خلاص ما منطيك موهبة في هذا الجانب وتظل تدور وترفع هذا الجانب ما راح يرفع ولو رفع راح يرفع يصير 50% ما راح تكون متميز فركز على نقاط القوة لا على نقاط الضعف وان كان احنا مطلوبين نكمل لكن ما نصل الى درجة الكمال غير الذكاء البصري احنا خلصنا 4 فنجي على 3 الباقيات الذكاء الاجتماعي وكذلك الذكاء الذاتي والذكاء الطبيعي طبعا هذه الذكاء السبعة هي بروحها يعني مدرسة ويراد لها محاضرة كاملة وهي نقطة مهمة جدا في التواصل أرجع وأقول على ما بدأت فيه خلينا نعبرها استخدام الذكاءات لحتى نفتح مجال للأخوة ماريد الموضوع مهم جدا لكن في مثل هذه الملتقيات احنا نشير إشارات بسيطة ونفتح المجال يعني أنا كثير من المحاضرات قبل أيام مرة المهندس حسام كلمني عن محاضرة سويتها من قبل 9 سنوات في دبي اللي دائما يكلمني عنها أستاذ جمال دراسة جدوى لعضوية ديكسن قال لي هذه لك مهلة ما أدري قد شهر أعطاني تعيدها لو أنا راح أعيدها بطريقة ثانية ليش؟ إذا أنا مفتح الطريق مو بالضرورة أنا أعيدها خلص الآن ممكن من القادة اللي راح يجون راح يضيفون إبداعات أفضل بكثير من اللي أنا جاي أقدمه في هذا المجال قبل 9 سنوات وخبرات قليلة ومعلومات قليلة فبالتالي مثل هذه الملتقيات إخواني أنتم كقادة ركزوا على المفاتيح التفاصيل دائما تحتاج وقت طويل وإحنا نستهلك في هذا الوقت الطويل فأكيد مثل هذا الموضوع أنا متأكد راح تبحثون فيه كثير النقطة اللي أريد أربطها بملتقانا هذا بما أنكم قادة تحرصون على علاقاتكم الاجتماعية تحرصون ترى النجاح انك تنجح مع المجموع النجاح مو انك خصوصا في عملنا مو انك تنجح بروحك والنجاح مع المجموع معناه ان عندك علاقات جيده وقويه مع الاخرين مو انسان معزول انسان سيء حشاكم يعني سيء الناس كلها تتكلم عليه ما حد يريد يقعد يمه اذا اجى قال اوه جا فلان كلها قامت فهذه الامور ايضا طبعا من الاشياء المهمه مرحله عمليه الاصغاء والإصغاء يمر بمراحل مهمة جدا أول شيء السماع شوفوا من يجي هنا لازم يشاهد تمام اشتغل طيب السماع أهم شيء السماع يا جماعة احنا عندنا مشكلة كثير من الناس يريدون يتكلمون تمام هم خلوني اول واحد يجاوب بيه ترى زين محمد حجي محمد حاضر واحنا جاي نحكي عن شو اسمه الذكاء الاجتماعي وكذا وبما اني راعي فريق فعادي لازم اتحمل انا فموضوع السماع مهم كثير من الناس يريد يتكلم اكثر مما يسمع هذا ترى مو ذكاء اجتماعي قبل أيام كان زائرني ابن أختي من الدنمارك طبعاً هو مولود هنا لغة العربية انكسرت وكنا قاعدين في دعوة يعني أخواني وشركاء إلى أعزاء وأستاذنا الكبير أستاذ جمال المسعدي وبصهيب فتواجد يعني رجل تواصله ضعيف تفاجأت أبو صهيب اندمج معاه وقاعد يشجعه وانه كذا وانت تفتح الفرع بالدنمارك وتسوي كذا فبعدين اتناقش يعني مع احد الاخوات قلت لها يعني شنو السر؟ هو انا ما شفت حكي شيء زايد فقالت لي ملاحظه مهمه جدا قالت هو مستمع جيد ولما الانسان يتحدث يقعد هيك كل جسده وكذا يحسسه بنوع من الاهتمام فانت راسا تحب الانسان اللي يهتم لك ويسمع لك وبالتالي خلاص صار تواصل قوي فموضوع انك تسمع هذا مهم جدا اكثر مما تتكلم ايضا بعد السماع قضيه الفهم مهمه جدا يعني لانه اذا سمعت بشكل جيد راح تفهم مراد الشخص وبالتالي تقدر تفسر تفسير صحيح اكثر مشاكلنا ترى هي عباره عن سوء فهم فانت ترجع مره ثانيه تقول له والله انا ما قصدت انت ما فهمتني انا اقصد كذا وانضل والسبب شنو من البدايه اصلا عدم السماع. ايضا
التقويم. بعد ما أفسر راح أبدي أعطي تقييمي لهذا الكلام، هل هو صح أو لا، وشنو التوجيه، وكل هذه مبنية على أساس السماع. أيضا الاستجابة أما بنعم أو لا، وبعدين التذكر. هذه مراحل. طبعا الإصغاء له أهمية كبيرة، يعني أنه يبعدك عن المشاكل مثل ما قلنا قبل شوي، وأيضا خبرك بما يجري حولك. إذا أنت ما تسمع، أنت إنسان منعزل، يعني ما تعرف شنو اللي جاي يصير. وكذلك يجعلك أكثر تمكناً في الرد، في لأن الواحد جاوب جواب منطقي يمكن تغفل عليه القضية كلها، لأنه أنت حاطط بها بما بشكل جيد. أيضاً يجعلك تبدو ذكياً، وهذا قصة الجواب المنطقي، لأنه ردك راح يكون ذكي. أيضاً النفاذ إلى نفوس الآخرين. قلنا الإنسان لما يشوف الشخص يستمع له بشكل جيد يقول هذا أكيد يحترمني، جاي يقدرني، جاي، فهذا مهم جدا. أيضا يمتص غضب الآخرين حتى لو كان انتقاده، حتى لو كان انتقاده هو جاي منتقم منك، فأنت تقول له كمل. أكيد أغلبكم مستخدمين هذه الطريقة، خلص خليه لما ينتهي فرغ كل اللي عنده، فأنت امتصيت غضبه الآن بديرك بشكل جيد، لأنك فهمت وجه الاعتراف وشنو السبب، يكسبك الاحترام عكس المقاطعة، لأنه إذا قاطعت راح يضطر يقاطعك، وراح يقل الاحترام والتواصل بين، يعزز مكانتك عند الآخرين. وحقيقة أنا سعيد جدا أني أوقف بين أيديكم، أنتم قامات كبيرة، نحن نتكامل مع بعض. أنا أؤمن بكم حقيقة كفريق رقم واحد على مستوى ديكسن، مو حتى على الشرق الأوسط. أنا أؤمن بشركائي هم مميزين، وأفتخر بنجاحاتهم. وهاي الكلمة ما أنساها دائما، كان يقول إياها المهندس محمود المصري، إنه من جمال هذا البزنس إنك تفرح بنجاح شركائك كما يفرح الأب بنجاح ابنه ويتمنى له يكون أحسن منه. يتمنى له، ماكو أب يتمنى الابن يصير مثله، لا، يتمنى يصير احسن منه. فبالتالي انا افتخر بكم، وانا اعتقد انه انتم عندكم اشياء اكثر مما عندي، لكن هذا جهد المقل. اعتقد احنا في مرحله مثل ما قلت لكم بالامس واعيدها اليوم، تحتاج الى المحافظه والتقويم. نحن وصلنا الى مرحله قطف الثمار، كل ما حافظنا على علاقات اقوى كل ما كانت انتاجيتنا اعلى. كل ما بدينا نشتغل بطريقة أنانية وكل واحد يريد يتنازع المنافع لشخصة أو لذاته أو لفريقة، إحنا جاي نكسر ونرجع لورا. فلا تخلون يعني سنة الفشل في أثناء الظفر تمشي علينا. إن شاء الله إحنا خلاف هذه القاعدة. أتمنى لكم يوم سعيد، حياكم الله، وسامحونا إلى شويكم. شكرا جزيلا للأستاذ كمال. بس ما شفت شفقات شحال والله، بس شفقات ان شاء الله. والان من العراق الى اليمن الحبيبه، كلمه للاستاذ فؤاد العسكري. اجرك اجرك بس تأخرت عليكم، بس انطفت الكهرباء ورحت شغلت نرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ديكسين، صباح الخير يا عمالقة ديكسين، صباح الخير ديكسين العراق ومنتدى ديكسين العراق. أولا بوجه تحية كبيرة للأستاذ رائد عباس راعي هذا الملتقى،
واللي وجه لي دعوه شخصيه لحضور هذا الملتقى، لكن اعتذرت يا اخواني واخواتي في اخر لحظات بسبب ظروف خاصه. بشكره جدا على دعوته لي، وبصراحه فرحت جدا لما شفت كبار ضيوف هذا الملتقى. سيد سليم شاقير، مستر كريستيان، مستر شيبي، لا انسى كمان معالي سعاده المستشار الدكتور حسن الكثيري سفيرنا للنوايا الحسنه في وكاله الامساك الدوليه، ايضا الاستاذ سلطان الحربي رئيس اللجنه العربيه لسنة الشرق الاوسط. ايضا لا انسى انه المتواجد اليوم من حي ولم نحي سفير العرب الاول الاستاذ كمال المسعد، المستر لازلو، هذا الاستاذ عمار عمرائك، الاستاذ احمد العتيبي عضو اللجنه العربيه، وكبار ضيوف هذا اللقاء ايضا لا انسى المتحدثين في هذا اللقاء، الاستاذ قسام علي، الاستاذ رؤي محمد، الاستاذ الشيخ كمال الدوسري، الاستاذ محمد عطوان الدريري، الاستاذ اشرف هاشم، وايضا راعي هذا الحفل الرائع والكبير والكريم الاستاذ رائد عباس، ايضا لا انسى المتواجدين في القاعه. ان شاء الله حضور كبير جدا لكم، لانكم كنتم في مقدمه الصفوف في هذا الملتقى، كثير منكم كان موجود في الملتقى الرائد الاول، والان متواجدين انتم في الملتقى الرائد الاثنين. اتمنى تستغلوا وجود هذه الامات وهذه القامات في الاسئله الكبيره، انهب شفتوا لما الواحد يكون بيعمل قدام وليمه، هذه الوليمه خذوا منها قدر ما تستطيعون من اجل نقلها الى فرقكم والى فرق العراق كامله. خذوا كل المعلومات بجديه بحزم، انتم امام عمالقه فعلا في دي اكس ان، عندهم كثير من المعلومات، كثير من التدريبات، اتمنى انكم تستغلوا كل لحظه في هذا الملتقى للتدرب والتعلم والترفيه. لكن في رساله حابب اوجهها لكم بعد اذنك يا استاذ رايد، بعد اذنكم يا قاده. في احتفاليه في 2023 حتقام، اكيد كلكم عارفينها. ملتقانا في ماليزيا، الرحلة القادمة إلى ماليزيا لحضور ايش؟ الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس الشركة. الاحتفال هذا حيكون غير الاحتفالات اللي سبقت. خمس سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، يومين فضي، 20 سنة، 25 سنة. هذا الاحتفال بالذات حيكون مختلف، لماذا مختلف؟ وليش أتمنى منكم جميعا أنكم تشدوا الهمة وتكونوا معنا في ذاك الملتقى. 2023، ليش؟ واحد، أولا لأنه الاحتفال بمرور 30 سنة، هذا واحد. بس في السنوات السابقة، في الاحتفالات السابقة اللي اجتمعنا فيها من كل أنحاء العالم، ما كان فيش ولا سفير عربي على منصة التدريب، لكن هذه السنة أنا مشتاق للذهاب إلى ماليزيا، وأريدكم جميعا المتواجدين في المنطقة تكونوا معنا. لماذا؟ لأنه حيصعد على المنصة أوائل السفراء العرب، إن شاء الله، الخمسة قاعدين، بس في ناس من العراق جايين 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 عشان كذا ليش اشتيكم تكونوا معنا؟ علشان نحيي كل السفراء العرب ونفرح فيهم فرحه كبيره ونكون اكبر عدد ممكن، نريد نكون في هذا اللقاء اكبر نسبه هم العرب متواجدين في هذا الملتقى وفي هذه الرحله، عشان نحيي سفراءنا الرائعين اللي رفعوا رؤوسنا لوصولهم الى هذه المراتب، وفي ناس في وقت قياسي ما شاء الله. فبشر علي فيكم، خذوا من هذا الملتقى ونلتقي في 2023. تحية لكم وتحية لراعي الحفل حبيبي وصديقي الأستاذ رائد وكل القادة المتواجدين في هذا اللقاء. أراكم جميعا في القمة إن شاء الله، أخوكم ومحبكم فؤاد العسكري عضو اللجنة العربية. صباح الخير. والآن كلمة لمستر لازو، أو عفوا محاضرة لمستر لازو، لكن قبل المحاضرة دعونا نشاهد. We'll be right back.
So, today I would like to talk a little bit the most valuable thing in the life. You know, our time is limited in the earth. Our time is limited in the earth. وتعرفون كل الوقت يعني محدود بالأرض هذه. So the question is how can we use it. السؤال هو إنه شلون نستغل هذا الوقت. I joined the day exam 14 years before because I want to be free. قبل 14 سنة أنا انضميت للدي اكسن لأن أريد أكون حر. And of course I want to earn a lot of money. وطبعا أريد أكسب وايد فلوس. But now I see the biggest benefit. You know, my time. I'm totally free. بس هسه أنا شفت الفائدة الكبرى. I would like هو وقتي. أنا حربي. I would like to share with you a story because it's really important for me. أنا حابب إن أشارك وياكم قصة لأن هي حيل مهمة بالنسبة لي. Of course, the most important thing in my life, my family. طبعاً هو أهم شيء بحياتي هي عائلتي. When I joined the deep sand, I had 5 children. من انضميت للدي اكسن كان عندي 5 اطفال. But I studied the marketing plan and you know if you want to be diamond you have 6 different legs. So now I have 6 children. درست الخطة المالية وما فهمت انه حتى اصير ماسي لازم يصير عندي 6 خطوط مؤهلين. هسه سويت عندي 6 اطفال. You know, after when I reached the Crown Ambassador level, I took a question for myself. من وصلت لرتبة السفير الملكي أني خليت سؤال لنفسي. That's all. Now you are a Crown Ambassador, but are you free? لازم. هسه أنت صرت سفير ملكي. هل أنت حر؟ And that time I had to say no, I'm not free. ذاك الوقت قلت لا، أنا هسه مو حر. Do you know why? تعرفون ليش؟ Because that time, every day, every morning, I had to wake up and I had to pick up my children and to go to the school. لأن ذاك الوقت وذيك الفترة كان لازم يوميا أقعد من الصبح وأخذ أطفالي أوديهم للمدرسة. So I wasn't free. ما كنت حر. So I told my wife, forget the school, it's not interesting. وقلت لزوجتي
Sorry, the school is not interesting. The education is interesting. أني يعني آسف بس يعني المدرسة ما أعطت اهتمام مو مهمة التعليم هو المهم. So my smallest children never went to the school. لذلك يعني أطفال الصغار أبد ما رايحين للمدرسة. And you know it is not a money question. وتعرفون يعني هو مو سؤال يتعلق بالفلوس. I spend only about 3,000 euro per month for their education. أنا تقريبا بالشهر أصرف تقريبا 3000 يورو على تعليمهم. Many people have 3000 euro. هواي ناس عندهم 3000 يورو. But they haven't time because they have a job. بس ما عندهم وقت لأن عندهم وظيفة وعمل. Every day they have to go to the workplace and they have to pick up their children to the school because the school saved their children. كل يوم لازم يقعدون يروحون للشغل. وأيضا يأخذون أطفالهم ويدون يجيبون من المدرسة. But together with my wife, we are free. بس أنا وزوجتي حرين. We can save our children. نقدر ننقذ أطفالنا. No need to go to the school. ما يحتاج نوديهم للمدرسة. But they can get the best education. بس ممكن يحصلون على أفضل تعليم. From the best motivated teacher. من أفضل معلم محفز. And they learn only 3 days a week. ويدرسون بس 3 أيام بالأسبوع. Because it's more efficiency. لأن هاي الطريقة فعالة أكثر. And they have more time. وعندهم وقت أكثر. They more time to have to focus what they want. وعندهم وقت أكثر حتى يركزون يعرفون شنو اللي يريدونه. So maybe you understand this is not happening because the money. It's happening because we have time. We are free. ولازم تعرفون إنه هذا ما دا يصير لأن أكو فلوس. لا هذا دا يصير لأن أكو وقت. أريد أن أصير أحرار. Thank you for this opportunity. شكرا لهذه الفرصة. And you know, if you have money, the money is nothing if you haven't time. وتعرفون يعني إذا عندكم فلوس الفلوس ما تعني شيء إذا ما عندكم وقت. So now I control my time. لذلك أنا هسه أتحكم بوقتي. And of course, I teach my team how can they build this business alone without me. وايضا اكيد يعني دا اعلم طريقي انه شلون يبنون هذا المشروع بوحدهم بدوني. You can check my call list. My dialline don't call me. تقدر تشوفون قائمه الاتصالات مال تسجيل المكالمات. الفريق ما تبي من خاوهم. I have many leaders different countries. عندي هواي قاده بهواي بلدان. But they know already. They know everything already. بس هم اصلا يعرفون كل شيء. So no need in my daily action. ما يحتاجون يعني تدخل اليومي. You know the last 5 years I recorded my whole presentation. بآخر 5 سنوات سجلت كل تقديماتي. I recorded my today presentation too. وأيضا سجلت تقديمي مع اليوم. And I uploaded my every presentation in my YouTube channel. وشكو شيء أقدمه أني أرفعه بالقناة مالتي على يوتيوب. It is free for everybody. مجاني للجميع. You can find more than 400 different presentations in my YouTube channel, more than 20 different languages. تقدرون تلقون أكثر من 400 فيديو قناة باليوتيوب بأكثر how many languages? More than 20 different languages. بأكثر من 20 لغة. You can find many Arabic presentations. تقدرون تلقون هواية. Because I was in Kuwait, I was in Bahrain, I was in Belgium, and somebody translated me to Arabic. لأن أنا قبل كنت بالكويت كنت بالبحرين كنت ببلجيكا وكان أكو شخص عربي يترجم لي. You can use it, you can download it. تقدرون تستخدمونه وتنزلونه يمكن. You know, if somebody come to my business, every time I share my training videos, and first please listen, please watch it. دائما من يجي أحد على البزنس مالتي أقول له أول شيء تشوف هاي الفيديوهات تعلم أصغي وبعدين. So today I would like to share with you how I thinking, what is the most important thing in this business. لذلك اليوم أنا أريد أشارك وياكم وأقول لكم شو أنا عندي أهم شيء بهذا البزنس. First of all, try to imagine how big this opportunity. أول شيء حاولوا تتخيلون إنه إيش قد كبيرة هاي الفرصة. Honestly, I cannot imagine. بصراحة أنا ما أقدر أتخيل.
You know, when I joined the ESEN, I imagined something. You know, it's okay, this opportunity is really huge. أول ما انضميت الدي اكس ان صح ممكن تخيلت فتشي قلت الفرصة الدي اكس ان حيل كبيرة. But 5 years later, I thought this opportunity is much bigger than I thought. بس ورا 5 سنين أنا يعني فكرت لا هاي الفرصة أكبر بكثير مما تخيلت. And now, 14 years later, I saw this opportunity is much bigger than I thought in 1 year before. وهسه ورا 14 سنة هسه دا أشوف الفرصة بعد نوب أكبر مما شفتها قبل سنين. But the question is, how can we share it? بس السؤال هو شلون نقدر نشارك هاي الفرصة؟ You know, we are here, we know this is the best product. احنا هنا قاعدين نعرف انه هذا افضل منتج. We are here, we know this is the best marketing plan. واحنا هنا قاعدين نعرف انه هاي افضل خطة تسويقية. But the question is, how can we share it? بس السؤال هو انه شلون نقدر نشارك؟ You know it, every time I'm thinking with systems. دائما انا يعني افكر بالانظمة. Because this is a business opportunity. لان هاي فرصة عمل. So if you want to build a huge business, you have to take a plan. إذا تريد تبني عمل ضخم لازم تضع خطة. You have to analyze what you do every day. ولازم تدرس شنو اللي أنت تسويه كل يوم. And of course you have to follow up yourself. وأكيد لازم تتابع نفسك. So I think the first step, you have to define what is your product. لذلك أنا أشوف أول خطوة هي إنه تعرف شنو منتجك. You know, when I ask the members what is your product, I got many different answers. ودائما من نسأل الأعضاء أقولهم شنو المنتج مالكم؟ حصلت هواي أجوبة. Many people answer me. You know, it's I sell my offer, my product is a healthy coffee. هواي ناس يقولوا لي من نبيع المنتجات مالتي أقول هاي عندي قهوة صحية. Others says my product is a financial freedom. وغيرهم قالوا إنه المنتج مالتنا هو حرية مالية. Many different answers. هواية 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 أجوبة مختلفة. But when I started this business, my product was totally different. بس أنا من بديت وهذا المشروع المنتج مالتي كان مختلف تماما. Every time what I sold, not the products, my product was a simple message: you can do it. الرسالة مالتي المنتج اللي أنا بعته هو ما كانت المنتجات هو كان رسالة إنه أنت تقدر تسويها. So every time I focus somebody new prospect is coming, I try to show them you can do this business too. لذلك دائما لما يجي واحد جديد يدخل هذا المشروع أنا أقول له أنت تقدر تسويها تقدر تنجح. Now my product is different. وهسه المنتج مالتي يختلف. Now I sell in the time. هسه أنا أبيع الوقت. Because this is the most valuable thing. لأن هذا أكثر شيء قيمة موجود. You know I know many rich people who is more richer than me. أنا أعرف هواية ناس أثرياء وحتى يعني أغنى من عندي. But they are really poor because they have time. بس بالواقع هم حيل فقراء لأن ما عندهم وقت. They have a lot of responsibility about their job, about their company. عندهم هواية مسؤوليات تتعلق بعملهم وبشركاتهم. But you know, if you build a huge business, what is your responsibility? لذلك يعني هسه أنت من تبني عمل ضخم، شنو راح تكون مسؤولياتك؟ If you recorded your whole presentation and uploaded to YouTube, what is your responsibility? إذا أنت هسه سجلت كل محاضراتك ورفعتها على اليوتيوب، هسه شنو صارت مسؤولياتك؟ شو وقت؟ You have to buy only 100 PV every month. You have to buy only 100 PV every month. مسؤوليتك اللي بقت هسه انه لازم تشتري 100 قطعة كل شهر. And your bonus is coming automatically. والعمولات مالتك راح تجي بشكل تلقائي. So you can live as a free life without responsibility. لذلك هسه انت تقدر تعيش حياة حرة بدون مسؤوليات. So it's amazing. لذلك هذا هو مدهش. So please define what is your product? لذلك أرجوكم عرفوا شنو المنتج مالتكم. You know, I try to understand this. Why do people join the business and why they didn't do this business seriously?
لذلك يعني دائما يعني اتساءل ليش الناس انضموا لهذا المشروع بس ما تعاملوا وياه بطريقه جديه. You know, I met lots of people, they are here, they're using the product because they know the product is okay. They have joined the seminar because they understand the system is good, but they didn't do this business. You know, I قابلت هواي ناس يستخدمون المنتجات لان يعرفون هاي المنتجات زينه ويجون يحضرون المحاضرات والمؤتمرات لان يعرفون انه هذا شيء مهم بس ما حققوا للمشروع. So I really want to understand what is inside the human mind. إذا كان دائما يعني أحاول أعرف شنو داخل العقل البشري. And now I can say I know what is the problem. وهسه أقدر أقول لكم إنه أنا أعرف شنو. You know the problem is they know everything is okay. المشكلة إنهم يعرفون كل شيء تمام. But the problem is they don't like to do that thing that they have to do. بس المشكلة إنهم ما يحبون يفكرون إنهم لازم يسوون هذا الشيء. You know, they know this is the best opportunity. يعرفون هاي إنه هاي أفضل فرصة. But they don't enjoy that they have to do for their success. بس هم ما متمتعين إنهم لازم يسوون هذا الشيء بنفسهم حتى ينجحون. So now I have to say this is the key point. لذلك أنا لازم أقول هاي النقطة الأساسية. So I suggest to you, if you're not satisfied about your success, إذا كان اقترحكم إذا أنتم ما تشعرون بالرضا على نجاحكم, please find your own way. أرجوكم حاولوا تجدون الطرق الخاصة بكم. Please find your own way. How can you enjoy to do this business? أجد طريقتكم الخاصة وحاولوا تعرفون إن شلون تقدرون تستمتعون بالعمل بهذا المجال. And forget every other things. وانسوا كل شيء باقي. Because if you find your way, how can you enjoy to do this business? You want to do this business every day. يعني إذا أنتوا لقيتوا الطريقة وعرفتوا شلون راح تشتغلون بهذا المشروع وأنتوا متمتعين راح تصير عندكم الرغبة إنه تشتغلون به كل يوم. It is different than your passion. هذا يعني الموضوع يختلف عن شغفكم. You know, you have to enjoy. It's really important. يعني لازم تستمتعون يعني شيء جدا مهم. So when I started this business, بديت أنا بهذا المجال. You know, I checked the marketing plan and I checked the product range. أنا checked الخطة المالية ودراستها وشفت شنو المنتجات الموجودة. And I told myself, Laszlo, it can be a little big challenge for you. قلت لنفسي لازم يمكن هذا يكون يعني تحدي او شيء صعب بالنسبه لك. Because I'm not a doctor, I'm not a natural healer. لان اني مو دكتور ولا اني خبير تغذيه. And honestly it's not interesting for me how work in the Canadian market. وبصراحه انا يعني ما اعرف انه هاي الجنادرمه شلون تشتغل. It's more than enough for me, it's working. انا يكفيني انه اعرف انه هي اللي تشتغل. So I wouldn't like to talk about the product. لذلك كان يعني احتمال ما احكي عن المنتج. And the next one, you know, I wouldn't like to draw the circle. والشغله الثانيه يعني ما عاجبني انه ارسم هاي الدائره. So the marketing plan presentation is not really interesting for me. لذلك يعني تقديم الخطه الماليه يعني مو فد شيء يثير اهتمامي. So 14 years before, if somebody told me, Laszlo, you can be successful only if you talk about the products and draw the circle, I cannot be thrown across the door. لذلك يعني انا لو قبل 14 سنه جاي واحد وقايل لي Laszlo انت راح تنجح بس اذا سوقت للمنتجات ورسمتها لهاي الدائره ما كنت راح اصير سفير ملكي. So I can find my own way. لذلك لازم تجدون الطريقه الخاصه بكم. I can talk about it. You can do this business. أنا أقدر أحكيكم على هذا الشيء. أنتم كلكم تقدرون تنجحون بهذا المجال. You know, I can talk about my vision. أقدر أحكيكم عن الرؤية مالتي. I really enjoy it. بس أنا راح أستمتع بها. You know, it's the people, if it is interesting to Ganoderma, you can find many videos on YouTube. وبالنسبة للناس يعني إذا أنتم الجانوديرما أثارت اهتمامكم راح تلقوها هواي فيديوهات على اليوتيوب. So if you like to talk about the Ganoderma, you can be grown ambassador more faster than me. لذلك يعني انتم اذا تحبون تحكون عن الجانوديرما راح تصيرون سفراء ملكيين اسرع من عندي. So the most important thing, believe me, how can you enjoy to do this business? لذلك صدقوني اهم شيء انه لازم تعرفون
شلون انتم راح تستمتعون بالعمل بهذا المجال. اوكي ليتس سي ذا نيكست ستيب. اوكي ليش خلينا نشوف هسه الخطوه الثانيه. يو نو ايفريثينج اباوت ذا اكسنت. تعرفون كل شيء عن ذا اكسنت. يو ريلي انجوي وات يو هاف تو دو. ومستمتعين بالشيء اللي انتم لازم تسوونه. But the new prospect is coming. هسه جاكم and واحد بيستقطبه. What is in their mind? وشنو اللي بعقله؟ You have to understand what is in their mind. لازم تعرفون شنو اللي يدور ذهن. You know the first thing is their mind. What is the risk? أول شيء بالهم راح يكون شنو الخطورة؟ Most of the time they don't talk about it. Many prospects don't talk about the risk. But their mind inside, this is the most important thing. دائما أو أغلب الأحيان الناس الجدد من يجي يريد يسجل بدي اكسن هو ما راح يقول لك اني خايف من فد شيء او يحكي لك عن مخاوفك بس داخل عقله هي موجوده بتدور بعقل هاي المخاوف. Because you know most of the people heard about it. The people lose money the different direct selling opportunity. لان اغلب الناس يعرفون وسمعوا انه اكو هواي ناس فقدوا اموالهم بسبب بعض شركات البيع المباشر. So my experience, if you want to be successful, if you want to be more efficiency, I have to show the people in this business no risk. لذلك حسب خبرتي إذا تريدون تنجحون وتريدون تكونوا أكثر كفاءة بالعمل بهذا المشروع لازم تشوفون الناس إنه بهذا الشغل ماكو أي خطأ. So this is the first step that I talk about. هاي كانت يعني أول خطوة حكيت لكم عنها. So no need is your money. ما يحتاج فلوسكم. No need is any investment. ما يحتاج أي استثمار. Registration is free. تسجيل مجاني. This is the main point in the new prospect mind. Believe me. هاي هي النقاط الأساسية في ذهن الشخص الجديد اللي بيسجل. You know, maybe you are talking every time the benefits. دائما أنتم تحكون عن الفوائد. The benefits is not interesting first time. بس الفوائد هاي ما مثيرة للاهتمام بالبداية. Because you know the risk feeling is much higher in the human mind. يعني تعرفون أنتوا هذا الشعور بالخطر هو أقوى في العقل البشري. So you have to solve this. لذلك أنتوا لازم تحلوها هاي المشكلة. No risk. You know, we know of course it's no risك. ماكو خطر وأكيد إحنا كل كنا نعرف إنه ماكو خطر. But the question is how can you show you no risk? بس السؤال هو شلون راح تظهرون او تشوفونهم هذا الشيء انه ما في خطر. You know, do you know what is my favorite sentence when I talk about the new prospect? تعرفون شنو هي جملتي المفضلة من أنا أحكي وياه هذا الجديد؟ Don't believe me. لا تصدقني. Don't believe me. لا تصدقني. Because no need to believe me. ما يحتاج تصدقني. Try the products. جرب المنتج. And feel the difference. وانت نفسك شعور بالفرق. Believe your experience. أريدك تصدق تجربتك. My situation is really lucky. أنا وضعي جدا محظوظ. Because no need to believe me. يعني ما يحتاج تصدقني. Try one box of coffee. جرب باكيت قهوة. And you will feel different. وانت راح تشعر بالفرق. You know I built my business only with two products. أنا بنيت مشروعي بس بمنتجين. The main product was the coffee. المنتج الأساسي كان القهاوي. Of course I know the Ganoderma, the spirulina in the mornings is the much better product than the coffee. طبعا أنا أكيد أعرف الجانوديرما وأعرف السبايرولينا وأعرف المورينزي إن منتجات أفضل بهواية. But the coffee is the most easiest product. بس share this opportunity. القهوة هي أسهل منتج ممكن نشارك فيه هاي الفرصة. So I need only one decision. For your side. لذلك أنا ما أحتاج بس قرار واحد من جانبك. Would you like to try this coffee or not? This is the question. عاجبك تجرب هاي القهوة ولا لا؟ Please don't believe me. Please try it. أرجوك لا تصدق أي شيء. Try it. جربها. And please believe your experience. وصدق تجربتك الخاصة. You know the second products. تعرف المنتج الثاني. Because you know few people told me sorry last so I never drink coffee. هواي ناس يعني قالوا لي اسف لازلو بس احنا ما نشرب قهوه. But you know I read other statistics. بس انا يعني قريت دراسات ثانيه. The adult population 99% every day take a shower. اغلب الناس 99%
من سكان الكرة الأرضية كل يوم يأخذون شراب. So my second product is the soap. لذلك منتج الثاني هو الصابون. So somebody told me last story I never drink coffee. لذلك إذا واحد قال لي آسف لازم أنا ما أشرب قهوة. Okay, maybe you take a sugar every day. Okay, ممكن تقدر. أرجو جرب هذا الصابون. And you can feel first time the different. It's totally different. بأول مرة راح تشعر بالفرق راح تشوف إنه تماما مختلفة. Don't believe me, please try it. لا تصدقني أرجو جرب. That's it. Okay, so I find my way. How can I enjoy this business opportunity? لذلك أنا لقيت طريقتي شوف عرفت شنو الطريقة اللي أنا ممكن أستمتع بها بهذا العمل. And the first time I focus, the people understand noise. أول شيء إنه أفهم الناس إنه ماكو خطر. Okay, it's an easy step. خطوة سهلة. What is the next step? What is the next thing in the human mind? شنو الخطوة الثانية؟ شنو الشيء اللي وراها اللي يجي بالعقل البشري؟ The next question is in the human mind. Is it working? السؤال اللي بعده اللي يجي بالعقل البشري تشتغل؟ Okay. It's one part is the product. Now I already showed you the product is working. أول شيء الجزء الأول شوفتم إنه المنتج موجود، المنتج يشتغل. But the system is working. بس النظام يشتغل مع هاي الشركة؟ No. You heard many things about the company who is broken. تعرفون سمعتوا هواي أشياء عن شركات انهارت. Why I invest my time to this company? ليش أنا راح أستثمر وقتي بهاي الشركة؟ So the best way if you share few stories. أفضل طريقة هي إنه تشاركهم بعض القصص. Because the data is not interesting for the human people. لأن البيانات يعني ما مثيرة للاهتمام للناس. Of course, we are here 29 years. In the dictionary, 29 years old. أكيد إحنا هنا واقفين. الدكتور صار 29 سنة. More than 10 million people use the products. أكثر من 10 ملايين شخص يستخدمون المنتجات. So it is not a question is working or not. لذلك يعني ما في سؤال إذا هاي الخطة تشتغل أو لا. But these are only the data. بس هاي يعني مجرد بيانات. So the best way. If you share some stories. لذلك أفضل طريقة هي إذا شاركت بعض القصص. You know it's many people don't believe this type system can be work. تعرفون أنتوا أكو هواي ناس يعني صعب يصدق أو أصلاً ما يصدق إنه هيجي شركات أو هيجي أنظمة ممكن تشتغل فعلا. Because in the past maybe they heard about the presentation where they sell dreams. لأن ممكن بالماضي سمعوا فد مقدمة أو فد كلام عن الأحلام الحزينة. And talking only the money. وناس تحكي بس على الفلوس. But every time I share is how working the real direct selling. وكل مرة أنا بنشارك هالفرصة أحكيهم إنه فعلاً شلون يعمل البيع المباشر. How working the correct direct selling of working. شلون البيع المباشر الصحيح يكون وشلون يعمل. You know the correct direct selling opportunity is working. I try the product. تعرفون أنتوا الطريقة الناجحة طريقة تعمل البيع المباشر هي أجرب المنتج. I feel the benefit. أشرب الفائدة. And then share it. وشارك. And then share it. I can share it if I cannot get any bonus. وأقدر أشاركها يعني حتى إذا ما حصلت تمويلات. So if you buy a product. إذا تشتري منتجات. In a shop. من المركز. And you are satisfied about it. وأنت شعرت بالرضا عن هذا المنتج وعجبك. You will tell it your friends. راح تقولون لأصدقائكم عليه. But the shops never pay you any bonus. بس هذا المحل يعني ما راح يعطيكم فلوس. You know, all companies same. But we can get the bonus. شركتنا نفس الشيء تسوي بس إحنا نطري. So it is not a miracle thing. ذاك يعني هذا الشيء مو فد معجزة. It is a normal way. هي في الطريقة عادية. You know, I satisfied about this product I'm sharing. عجبني المنتج شاركته. So it is not a question it's working or not. لذلك يعني ماكو سؤال إذا تشتغل ولا لا. We are here 29 years. إحنا هنا صار لنا 29 سنة.
You know, it's, I would like to share with you the story. It's happened, it's 2013. Somebody called me from Milan, Italy. شخص خابرني من ميلان من إيطاليا. And she told me, Laszlo, I saw your website and this business opportunity is interesting for me. وقالت لي لازلو أنا شفت الويب سايت مالتك وفرصة العمل هاي يعني أثارت اهتمام. And I told her, okay, please start. وقلت لها أرجوك دقيقة أوقفك. First, please try all products. أرجوك أول شيء جرب المنتجات. And if you're satisfied about it, we can talk about the business. وإذا عجبتك المنتجات وراها نقدر نحكي على البزنس. Few weeks later, I went to Milan for my first presentation. وراها بكم أسبوع أنا رحت ميلان عشان عندي هناك محاضرة. But you know my friends, not only my friends, my DSA members told me, Laszlo, why you want to go to Italy? You know, Italy is really special coffee drinker country. They don't want to drink this coffee. وكل أصدقائي حتى الناس اللي وياي فريق DXM قالوا لي لازم ليش عندك رايح لإيطاليا؟ ترى إيطاليا يعني حيل دقيقين بالقهوة مالتهم ويهتمون فيها ما راح يهتمون هاي القهوة اللي جايبها باكر. You know Italian people really prove their coffee. بتعرفون يعني الأشخاص الإيطاليين حيل فخورين بقهوتهم. They don't want to buy DXM instant coffee. ما يريدون يشترون قهوة DXM الفورية. It cannot be working. ما راح يشترون. You know, it's after 6 months later, I opened the Rome office. بس تعرفون ورا ستة شهور فتحت مكتب بروما. 500 people was the opening ceremony. وكان 500 شخص حفل الافتتاحي. And of course, the Italian members drinks differently or coffee. وأكيد يعني الناس يشربون هناك قهوة مختلفة. They drink small water. يحطون شوية مي. Put the black coffee. يحطون بقهوة سوداء. And they drink as espresso. ويشربوها كأنه ماي اسبريسو. But they feel the difference. بس شعروا بالفرق. This is the best coffee because it's a Ganoderma. وقالوا هاي أفضل قهوة اللي فيها Ganoderma. So another question is working for us. لذلك نرجع نقول ما يعني ما في سؤال اشتغل ولا لا. It can be, this business is working because we have those products that the people want. هذا العمل شغال لأن عندنا هاي المنتجات اللي الناس تريدها. You know, many miracle things is available, many miracle products is available in the market. هوايات وفي المنتجات يعني معجزة موجودة بالسوق. Many promises available in the market. هواية وعودة. But we have a real product, but the people want. بس احنا عندنا المنتجات الحقيقية اللي الناس تريدها. We have coffee, tea, soap. That's it. قهوة شاي. And if somebody understands how working is coffee, how working is soap, of course they want to try the Ganoderma and the spirulina and mauritania and others. وأكيد يعني إذا شخص جرب القهوة أو جرب الصابون شافه صدق يعني اللي اشتغل وفاد راح يروح يجرب الجانوديرما. So if you want to be more efficiency, you have to focus what is in the human mind. لذلك يعني إذا تريدون تصيرون أكثر فاعلية أكثر فعالية لازم تعرفون شو الموجود بالعقل البشري. And you have to know it is the second question in the human mind. ولازم تعرفون إنه هذا السؤال الثاني بالعقل البشري. And what is the third most important questions? وشو السؤال الثالث الأهم؟ Can I do it? أقدر أنا أسويها؟ Believe me, this is the biggest challenge. صدقوني هو هذا أكبر تحدي. You know, I know many people who understand. This business is good. أي يعني صدقوني أعرف هواي الناس هم يعتقدون إنه هذا المشروع جيد. They are using the products. They يستخدمون المنتجات. But they didn't start the business. بس ما بدأوا بالعمل بالمشروع. Because they cannot imagine they can be successful in this business. ما بدأوا شغل بهذا المشروع يعني ما يقدرون يتخيلون إنه هم ممكن ينجحون بهذا المشروع. So maybe the new prospect wouldn't like to talk about it. لذلك يعني العضو الجديد يعني ممكن ما يحكي لك عليه هذا الشيء. He wouldn't like to show his weakness. ما ممكن ما راح يحب يشوفك نقطة ضعف عنده أو ضعف. But you have to talk about it. بس أنت لازم تحكي عليه. So this is my favorite point. لذلك يعني هاي النقطة المفضلة عندي. So when I reach this point. يعني من أصل هاي النقطة بالكلام. Every time I told the new prospect. كل مرة أنا أقول للعضو الجديد
sorry, I know what is in your mind. أنا آسف بس أنا عارف حسيت شو أنت تفكر فيه. You cannot believe yourself. أنت ما تصدق نفسك. Maybe you cannot imagine you can be successful in this business. ما عندك إيمان بنفسك. ما تتخيل إن أنت ممكن تنجح بهذا المشروع. But I know you can. بس أنا أعرف أنت تقدر. And I would like to share with you a story. وأنا أشارك وياك قصة. You know when I joined the DXN, before I joined the DXN, I had a small company. ومن أنا انضميت DXN كان عندي شركة صغيرة. And in that part, I was a successful speaker. So I, for example, I hold a presentation in the Hungarian Marketing Association, and I talk about my business. Oh, I كنت يعني ناجح بعملي وكان حتى عندي محاضرات ألقيها مؤسسة البيع التجارة بهنغاريا. So I know many successful people. أعرف هواي ناس ناجحين. And when I made the decision, I joined the DXN. ومن قررت إنه أنضم DXN. Of course, because I have a passion and I'm really serious about the business, I want to share this opportunity with them. وأكيد أنا من انضميت الشركة وأنا عندي شغف بهذا العمل راح أشارك هاي الفرصة وياهم. So I share my vision with these successful people, but I got lots of more. لذلك أكيد يعني أنا شاركت رؤيت ويا ذول الناس الناجحين شاركتهم بالفرصة بس سمعت هواي لا. But one day, the extremely successful people join under me. بس في يوم من الأيام نفس ذول الناس خاصة الناجحين انضموا تحتي. I told myself, Laszlo, your life is solved. Laszlo, حياتك راح ينحلت. But do you know what happened? تعرفون صار؟ Nothing happened. كل شيء ما صار. But one day, the simple bus driver joined under me. بس بيوم من الأيام أبسط سائق حافلة انضم تحتي. His wife was a nurse. زوجته كانت ممرضة. And they built under me the biggest turnover business. وبنوا تحتي أكبر نقطة قلبت مشروعي. Simple bus driver with the nurse. سائق حافلة بسيط. They tried many direct selling companies. They was extremely unsuccessful. جربوا هواي شركات بيع مباشر وكانوا غير ناجحين بشكل فظيع. But they never gave up. بس أبد ما استسلموا. Until that time, my turnover 30% is coming from their network. لحد ذاك الوقت 30% من دخلي من سببهم. The simple bus driver without any special education. سائق حافلة بسيط بدون أي تعليم خاص. So what is your question? لذلك شو سؤالك؟ If the simple bus driver can do it, you can do it too, of course. إذا أكو سائق حافلة بسيط قدر يسوي هذا الشيء، أنت تقدر تسوي. No, it is only question your attitude, your decision. لا، السؤال هو بس شنو راح يكون قرارك؟ شنو راح يكون تعاملك في الموضوع؟ Because it is an extremely simple business. لأن هذا المشروع فشي كلش بسيط. We are in the information sharing business. وإحنا business مشاركة المعلومات. We share the information. إحنا نشارك المعلومات. And somebody one day understand it. وشخص في يوم ما راح يفهمها. And do the same. راح يسوي نفس الشيء. But you know it. Many people is come back to me and told me, Laszlo, this business is not working for me. هواي ناس رجعوا لي قالوا لي لازم هذا شغل يعني ما دي فيه ما دي شغل وياك. Please help me. أرجوك ساعدني. You know my answer is really special. لذلك جوابي يعني فعلا مميز. Sorry I can't help you. خاسف ما أقدر أساعدك. Because what you ask is really general. يعني شدة تسألني عليه يعني حيل عام. I really want to help you. أنا يعني صدق أريد أساعدك. So I have only one request. لذلك أنا عندي طلب واحد. Please come back to me 1 week later. أرجوك ارجع لي بعد أسبوع. And please tell me what happened in the last week. وأرجوك أخبرني شو صار وياك خلال هذا الأسبوع الماضي. And if I see what happened in the last week in your business, I definitely can help you. وإذا أنا يعني عرفت شوف شو صار وياك خلال هذا الأسبوع الماضي في عملك أكيد راح أقدر أساعدك. But do you know what happened in him? تعرفون صار؟ Most of the people never come back. أغلبهم ما رجعوا الأسبوع. Because they know the answer. يعني عرفون الجواب. So if you are not satisfied in your result, please check is what happened in your business last week.
لذلك إذا أنتم ما راضين على نتائجكم وبعض المشروع أرجوكم برجع وشيكوا شنو صار وياكم. How many times did you share this information? كم مرة شاركت هاي المعلومة؟ And maybe this number is less. Maybe the problem is you not enjoy what you have to do. ممكن يكون إنه هذا العدد قليل أو ممكن يكون إنه أنت ما مستمتع أو تسوي هذا الشيء. But now you know the solution. بس هسه تعرف الحل. You have to find how can you enjoy. لازم تعرف إنه شلون راح تشتغل وأنت مرتاح. So because our time is limited, this time is only that's it. لذلك بسبب إنه الوقت محدود. But you know, if you check my YouTube channel, you can find many workshop, many presentation, and when I talk more deeply about this opportunity. لذلك تقدرون تدخلون على قناة اليوتيوب راح تلقون هواية ورش راح تلقون هواية محاضرات راح تفهمون كل هاي الأمور بشكل عميق. But this is the main point. بس هاي النقطة الأساسية. Finally, I would like a little bit my favorite activity. هسه أنا أريد أقوم بفعاليتي المفضلة. You know, as you see, it's video is a daily morning. الفيديو مال مورينزي اليومي. You know, when I started it because it is my personal prevention. تعرفون إنه أنا بديت فيه لأن هو كان تفضيل الشخصي. Maybe now you see how I enjoy my digital life. هسه ممكن تشوفون إنه أنا شلون استمتع بحياتي الديجيتال. So I really want to enjoy my digital life as a long term. لذلك أنا أريد استمتع بحياتي الديجيتال لفترة وقت طويل. And you know the contents of the Morinzi is the most anti-aging natural fruit. وتعرفون أنتم مخترعات المورينزي أقوى مكون مضاد للشيخوخة. You know, it's no need in 1 bottle a day. ما تحتاج بطل باليوم. 2 tablespoons is enough. ممكن يعني ملعقتين. But I want to be sure my long life. بس أنا أريد أتأكد إنه أني راح أعيش هواية. So this is why I drink every day 1 bottle more. And you know, it's a small thing. You know, only shake it and drink it. It's nothing special. رجل But you know, it's powering the human mind. بس تعرفون يعني لازم تعرفون شلون العقل البشري اللي يشتغل. We are lazy, everybody's lazy. احنا كسولين، الكل كسول، أكيد. But you know, I told myself, I recorded my everyday morning drinking. لذلك قلت لنفسي راح كل يوم أسجل نفسي وأنا قاعد أشرب مورينز. So it's no opportunity to miss a day. لذلك يعني ما فت فرصة إنه أنا أعبر فت يوم أو أفقد يوم. So I'm really serious about my goal. لذلك أنا يعني حيل جاد بخصوص هدفي. Maybe you remember what I shared yesterday. يمكن تتذكرون أنا شاركت وياكم البارحة. So finally I would like to share with you a story. لذلك يعني في النهاية بشارككم قصة. 2 years before we went to the ITSI. قبل سنتين ما رحنا الرحلة الدولية. It was a Norwegian cruise. كان أكو رحلة بحرية نرويجية. And of course, in the cruise is not available in the morning. وتعرفون يعني بالرحلة البحرية ماكو مورينج. So I count how many days and I put my bag. لذلك أنا حسبت إيش كم يوم راح أظل في الرحلة البحرية، إيش كم يوم راح أطول بالرحلة، وكل يوم حطيت بحر. And the travel was a little bit different because I have to drive and after I have to use the train. والسفر هذا كان شوي مختلف يعني كان بالبداية لازم أسوق وراها أصعد بالقطار. But unfortunately, I left 1 bottle of Morinzi in my car that I want to drink in the way. بس للأسف نسيت بطل مورينزي بالسيارة اللي هو أردت أشربه بالطريق. So when I arrived the cruise, I realized I missed 1 bottle of Morinzi. لذلك مو صارت على السفينة. But اكتشفت إنه أنا ناسي بطل مورينزي. But you know I'm really serious about my goal and I never give up. بس تعرفون أنا حيل جاد بخصوص أهدافي وأبد ما استسلم. So I start to think is what can I do? لذلك بديت أفكر شنو أقدر أسوي. Norwegia is no Dixon. ماكو Dixon. I cannot buy. ما أقدر أشتري. Only one option. My son sent me 1 bottle Morinzi in the last port. بس أكو خيار واحد إنه أخلي ابني يدز لي بطل أحد المرافق. And 1 week later when I arrive I can ولا أسبوع من نصل هذا المرفأ أقدر أخذ هذا البطل. But the problem is,
you cannot send the port to one Papua Morinzi. بس المشكلة أنت ما تقدر تنزل المرفأ بقى مورينزي. You know, this is not a public place. You send the box. The FedEx says no, no possible. تعرفون يعني مو فتيج مكان عام لازم بقى مورينزي هاي. You can send a package only if you know the person address, and the person phone number. تقدر تنزل أول شيء بس package وإذا تعرفون الشخص وعنوان الشخص ورقم تليفون هذا الشخص. But I didn't know anybody in the last port. بس أنا يعني ما عرفت أحد هناك. So I started to use the Google. بديت أستخدم الجوجل. I put Google, who is the port director in the last port? دورت بجوجل. من المدير مال هذا المرفأ. So I find the name. بديت اسم. And of course I find the port address. وأكيد أنا عندي العنوان مال المرفأ. And after I put the name and I ask the Google what is his phone number. بعدين حطيت اسمه بجوجل وسألت جوجل شنو رقم تليفون هذا الشخص. And the Google show him. وطلع لي هيك. So I sent my son. ذاك نزلت ابني. And my son sent the port director from Batalporizi. نزل مدير المرفأ بطل مورينزي. I never contacted him. أبد ما تواصلت فيه مدير المرفأ. I didn't ask his permission. ولا طلبت إذنه. But the last day, when we arrived the last port, you know the security is in there. I show them the port director name. I want to meet with him. I show them اسم المدير مال المرفا وقلتلهم أنا أريد أقابله. And he asked why. سألني ليش. And I share my story. شاركتهم قصتي. And the security guy was amazing. الشخص مال السكرتير كان شخص طيب. He went to the port director and he bring me. My Morinzi. So I never. Because I'm serious about my goal. So I would like to suggest to you, be serious about your goal. So thank you so much for listening. Check my videos in my YouTube channel if you want to learn. أرجوكم اطلعوا على فيديوهاتي وقناتي باليوتيوب إذا تريدون تتعلمون. And now this is time if you want to drink Morinzi with me today, please come. والآن حان الوقت إذا تريدون تشربون مورينزي وياي أرجوكم تفضلوا هنا. ممكن نقدر نبعد هنا. السؤال يا زين Okay, so wait a little bit.
بداية دعوة للناس عن طريق قائمة الأسماء والمعارف لو السوشيال ميديا أو اللقاءات المباشرة. Okay. So when I say action, we will start to shake it. After we make everybody open, and when I say drink, we drink together. Okay. So smile to the camera. Action. Shake it. Good. You can open it. Wait for everybody. Don't worry. Okay, everybody's open. Cheers. Yes, sir.
أنا أطلقت منتدى المورنزي يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى أشهر فنينة مورنزي مستمر إلى ما لا نهاية. كم لنا شرب المورنزي؟ مو قادرين نصنع أصبح قال هو كامل. هذه نقاط كل أحد قبل المورنزي. نقاط كل أحد قبل المورنزي. 30,700 مو؟ لا 30,700 نقاط. حلو والله. الله حلو. أتمنى من الجميع أن يعودوا إلى أماكنهم لكي نكمل المحاضرات. متفضلين. يلا تقعد لي كل فضة تقعد. ما يروحون بقص الراحة إلا بقص المحاضرة. كل ما يحسوا بالله يقول لهم لا تكملوا الصلاة. يمكن أعمل محاضرة. كل أقول حتى لو كان طفل شفت شافته يا طفل يا كبير يا كذا يا أرجو من الجميع العودة إلى أماكنهم لكي نكمل رجاء ولا يبهن النسوان علينا والآن مع كلمة عبر الفيديو للسفير الملكي فاطمي غاني تصفيق Assalamu alaikum and good morning everyone. This special message is for all those who have gathered in Turkey for the conference. My name is Muhammad Fatmi Ghani and I'm coming from Vancouver, Canada. So today's topic that I've chosen for all of you, you already know. DXN vision and mission statement, which is health, wealth, and happiness. Everybody needs that. And you have to be very clear that health is the top priority. Of course, followed by the money that you're going to earn, and both of them is going to give you happiness. Your mission and vision statement has to be the same as DXN mission and vision statement. And not only you, you have to have your entire team, especially the team leader, following the same vision statement. Now let me take these points separately. Health is critical, is the most important thing. Highest priority should be given. The products that we are having in DXN has helped more than 10 million people and it's increasing. So you need to just use the product and see and feel the benefit. Once you do that, people will see that the product is working. You become a product of the product. And the same goes with the entire team. So this is the easy part. Just use the product and see and feel the benefit of the product. And you share with the other people. Second part is a little difficult, which is wealth part. Remember, DXN business is like any other business where you need to give time, effort in learning about the whole system. I would say that the business that we are having is better than the traditional business. Here, you are not basically selling the product. You are not marketing the product. This you need to understand. A lot of people have got an idea that we need to sell the product or we have to go and catch the people and you know make them members. That is not it. You are basically
trying to solve the problem of people. People have two problems. One is health, and the other one is money. And that is the reason why, you know, people are working, they are doing the business, whatever they are doing is for that. DXN provides you that. So what you need to do is find the problem of people, give them the solution, and get them to that happy ending that they are looking for. So you need to become professional. You need to learn, because this network marketing, direct selling is a huge business. And you, whatever profession you are from, whether you are a doctor, engineer, lawyer, teacher, you need to learn about the skills and what is needed, the system, to for you to succeed in this business. So these two are important, health and wealth, and when it's combined, gives you the happiness. The ultimate happiness that you will get is when you get both good health and good money. And then you give it out to the people. When you help people, hundreds and thousands of people, that will make you super rich. It's not the money, it's how many people's lives that you have changed. And that is important. And if you keep these three things in mind, that it's your health and your team's health, it's your money, that good income that you are earning from the business, and your team's income that they are getting, and collectively, you are all happy. That's it. Thank you very much. طبعاً بشكل مختصر اللي قال لنا يا أستاذ فاطمة غاني بعد ما هنا ورحب بالحضور في هذا الملتقى الجميل قال أنتوا عملكم دي أكسن أهم شيء عندكم شغلتين الشغلة الأهم اللي عندها الأهمية القصوى هي الصحة صحتكم عندكم المنتجات استغلوها حتى تكتسبون صحة قوية لأن الصحة أهم شيء وأغلى وأغلى شيء موجود عندكم. الشغلة الثانية الفلوس. طبعاً أنتوا كل ندور عن السعادة. الصحة راح تعطينا سعادة. الفلوس راح تعطينا سعادة. بس السعادة الأقوى إذا جمعنا ذي الاثنين. الصحة والفلوس. اكتسب الصحة من منتجاتنا. واكتسب الفلوس من خطتنا التسويقية. يقول هدفنا بدي أكسن والشغل به وهذا المشروع هو مو عبارة عن أروح وين أعزم الناس تعال بس أشلب بيك أسويك عضو لا خلاص